حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. اليمنيت 27 ألف أسرة يمنية تغادر السعودية وتتفرق في أنحاء العالم. الموقع بوست: شبح الاغتيالات يضرب عدن مجددا وتحذيرات من مخطط يستهدف علماء ودعاة البلاد. ومن العربي الجديد: منظمة دولية عاملة باليمن تبدأ التعامل بسعر الصرف المعوم. ومن الأخبار الطريفة من البيان: يهرب من زوجته 5 سنوات ويعيش في غابة. أهلا بكم. موقع اليمن نت وفي تحقيق حصري حول ما وصفه بالقوانين الظالمة التي تستهدف العمالة، 27 ألف أسرة يمنية تغادر السعودية وتتفرق في أنحاء العالم. ويقول الموقع في التفاصيل: خلال 10 سنوات الماضية ساهم مئات الآلاف من اليمنيين في بناء المملكة العربية السعودية، هم أصحاب المهن والحرفيون وحتى رجال الأعمال وأصحاب المتاجر الوطنية. مصدر دبلوماسي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لليمن نت بأن 27 ألف أسرة يمنية اضطرت للمغادرة، وأضاف: أكثر من 17 ألف أسرة عادت إلى اليمن، وهناك عائلات متوسطة الدخل غادرت إلى السودان للاستقرار، فيما غادرت الأسر جيدة الدخل إلى ماليزيا وتركيا. عدد اليمنيين العاملين في السعودية يبلغ نحو 1.2 مليون، وتمثل تحويلاتهم المالية أهم مورد اقتصادي في ظل الحرب بعد توقف إنتاج وتصدير النفط. موقع المصدر أونلاين عنوان في صفحته الرئيسية: تهجير أكثر من 500 أسرة في الجوف بعد أن حولت الميليشيات قراهم إلى سكنات عسكرية. يقول الموقع: إن سكان وادي أوبن ووادي سرحان في مديرية خبوة الشاف بمحافظة الجوف تعرضوا للتهجير من منازلهم. ونقل مراسل المصدر أونلاين عن أحد المهجرين أن ميليشيا الحوثي طردت كل سكان وادي أوبن الواقع في منطقة الشاف، مضطرهم إلى النزوح إلى مكان بعيد عن منازلهم ومزارعهم التي منعوا من دخولها بعد أن تحولت إلى سكنات عسكرية للمسلحين. وأضاف أن الميليشيا تستخدم مزارع المواطنين في سرحان لصالح ما يسمونه بالمسيرة، وتمنع أهلها من الوصول إليها. وذكر المصدر أيضا أن الميليشيا أغلقت الطرق الرسمية والخط الإسفلتي واستخدمت أسلوب التضييق على من تبقى من أبناء الشاف والمهاشمة في مناطقهم، وأجبرتهم على استخدام طرق وعرة وبعيدة. في زاوية المقالات كتب عدنان العديني في الشأن المحلي مقالا في الصحوة نت بعنوان: الأستاذ جباري وتعز. جاء فيه: مكث الأستاذ جباري في تعز أسابيع مارس فيها نشاطه كرجل يمثل دولة، حضر الاحتفالات وافتتح المشاريع واجتمع بقيادة السلطة المحلية وتواجد في مناسبات خاصة بمواطنين. لقد وجد الرجل مدينة تستجيب لإيقاعه الوطني، متجاوزة جغرافيتها الصغيرة ومندمجة بكامل الوطن. بهذا المعنى وبحسب طريقة استقبال رجل الدولة، يمكن لأي محافظة أن تحدثك عن علاقتها بالدولة، فللمكان طريقته في التعبير عن انتمائه الوطني ودرجة ارتباطه بالمؤسسة الاجتماعية الكبرى الدولة. الجماهير والسلطة المحلية في تعز لم تتعامل مع جباري كرجل قادم من إقليم آزال، لم تره ابن دمار بل ابن للدولة التي ينصهر فيها الجميع، دون أن يعني ذلك اختفاء ما يميز كل محافظة وتنوعها الذي يتحول إلى نقطة قوة يعزز التماسك إذا ما تمت المواءمة بين التوحد والتعدد بطريقة تضمن لهما الاستمرار وعدم التصادم. هذا الامتياز التعزي جدير بالدعم والرعاية، فهو نموذج يكاد يكون وحيدا في محيطه، وما زال يتجاوب مع فكرة الدولة وأجهزتها بحس مسؤول وعاطفة تفيض بالحب لكل زاوية في البلد. ستغلق في وجه الدولة ورجالاتها كل البلد إن تم تضحية بمحافظة تعز وألحقت بتجارب تحد من نشاط المسؤول الحكومي، بل وتغلق أبوابها
في وجه المسؤول الأول للبلد. وحتى لا يقال تعصبت لتعز، فيجدر التنويه أنه سبق للأستاذ جباري واختبر هذه الحالة في محافظة مأرب، المكان الذي مكث فيه طويلاً وفي زيارات عدة، وبنفس القدر مارس فيه نشاطه كرجل دولة في أرض تنبع فيها القبيلة من تحت كل قدم. لكن وكما يبدو فهي الآن تضع نفسها على الطريق الصحيح. سبح الاغتيالات عاد ليضرب مجددا العاصمة المؤقتة عدن، كما يقول الموقع بوست، وسط تحذيرات من مخطط يستهدف علماء ودعاة البلاد. هذه المرة كانت الضحية الداعية والأستاذ التربوي وعضو مجلس إدارة جمعية الحكمة اليمنية والأمين العام المساعد لرابطة علماء ودعاة عدن فهد اليونسي، ليضاف اسمه إلى قائمة طويلة ممن تم اغتيالهم برصاص مجهولين. الشيخ فهد اليونسي كان قد خرج من منزله في بلوك 23 بمديرية المنصورة متجها نحو مسجد الصحابة ليؤم المصلين لصلاة الفجر، فهو إمام وخطيب الجامع منذ عدة سنوات، وقد اعتاد الخروج في ذلك الوقت وأيضا السير في نفس الطريق، لكن في فجر 18 من أكتوبر لم يكن كسابقيه، فالشيخ فهد لم يصل لمسجده في الوقت المحدد، حيث اغتاله مسلحون مجهولون، لتكون بذلك ثاني عملية اغتيال من نوعها خلال أقل من 10 أيام. الشيخ اليونسي المحسوب على التيار السلفي الوسطي المعتدل والذي يبيح العمل في الجمعيات الخيرية، يعد سادس داعية يتم اغتياله في عدن. مسجد الرحمن في المنصورة كان المسجد الذي خرجت منه جنازة الشيخ اليونسي ومشيعوه، وهو أيضا أحد المساجد التي اغتيل أئمتها وخطباؤها، منهم الشيخ عبد الرحمن الزهري يوم 23 يوليو من العام 2016. كمين مسلح استهدف الوفد الحكومي العائد من مدينة تعز في منطقة طور الباحة. وفي التفاصيل يقول موقع المشاهد نت، موكب الوفد الحكومي برئاسة وزير الخدمة المدنية نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري تعرض لإطلاق رصاص أثناء عودته من تعز في الطريق الواصل إلى مدينة عدن، تحديدا في منطقة طور الباحة. مصادر خاصة في السلطة المحلية بتعز قالت للمشاهد نت إن أعضاء الوفد نجوا من الاستهداف بالرصاص الحي في الكمين، وكان الوفد الحكومي قد زار تعز قبل أكثر من 20 يوما تم خلالها تفعيل أداء العديد من المؤسسات الحكومية، وأبرزها إعادة العمل في فرع البنك المركزي والعمل في الجوازات والهجرة، بالإضافة إلى تأهيل السجن المركزي. موقع يمن مونيتور نقل عن اليونيسف قولها بأن العنف يغلق أبواب المدارس في اليمن، وأنه لا عام دراسي جديد في اليمن جراء استمرار الوضع المتفاقم في البلاد. وأضافت المنظمة الدولية في تدوينة نشرتها في الصفحة الرسمية لمكتبها في اليمن بموقع تويتر، هذا الوضع يهدد بحرمان 4.5 مليون طفل يمني من التعليم. يضيف الموقع بأن النقابات التعليمية في العاصمة صنعاء والمناطق اليمنية الخاضعة للحوثيين أعلنت تمسكها بالإضراب عن التدريس حتى صرف رواتب قرابة 166 ألف معلم ومعلمة. وفي الشأن المحلي أيضا، كتب مروان الغفوري مقالا أعاد نشره موقع أبابيل بعنوان كلمات عن الزبيدي، جاء في المقال: عمليا يصعب القول إن جنرالا مثل الزبيدي معني بقضية شعبية. بالنسبة لهكذا جنرال فهو على الدوام في مسيس الحاجة إلى قضية كبيرة تبقيه في الواجهة، أي واجهة وأي قضية. يسري القول على آخرين كالجعفري والبيض، لن يعود الرجلان ولا أبناء الرجلين إلى الجنوب إذا ما صار دولة مستقلة. أسس الزبيدي مجلسا للاستقلال بعد أن تخلى الرئيس الاتحادي عن خدماته وليس قبل. لا يستخدم أي من الرجال دالة الديمقراطية في خطاباتهم، ومثل محمد عبد الملك المتوكل فهم يتحدثون عن دولة ستكون عادلة لا دولة ديمقراطية. يصعب تصور جنوب يصبح فيه الزبيدي موظفا اعتياديا مستشارا في سفارة على سبيل المثال. يستطيع الزبيدي أن يسلك غير طريق الضجيج وأن يساعد على عودة الاستقرار إلى عدن، ذلك إذا كان معنيا بالفعل بمستقبل المدينة.
بعد 3 أعوام من التحرير لا تزال مدينة كئيبة ومخيفة لا تجرؤ قنصلية واحدة على العودة إليها، لا يمكن مقارنتها بما يجري في صنعاء التي يصب عليها الجحيم من حين لآخر، ترزح تحت حصار خانق تحاصرها جيوش من أكثر من جهة. إذا استعادت عدن أنفاسها كمدينة فسيكون بمقدورها أن تتحدث مستقبلا كمدينة متعافية. ما يجري الآن هو أن قادة ميليشيات يتحدثون نيابة عن مدينة بل عن عشرات المدن. لدى العالم خبرة كافية مع الميليشيا، هناك تاريخ عالمي موازي لتاريخ المدن هو تاريخ الميليشيات، الاستقلال، الحكم الذاتي، الحكم الرشيد، هذه مواضيع تجادل بها المدن للميليشيات، إذ أول ما على الميليشيا أن تقوم به قبل أن تتفوه بكلمة هو أن تحل نفسها. تعتبر مطالب قادة الميليشيا دائما تهديدا مستندا إلى السلاح. لا توجد دولة في العالم مستعدة لرؤية دول أو أنصاف دول تنحني لإرادة ميليشيا. الصورة التي تصلنا من كردستان تؤكد هذه الفرضية، فلا يمكن لحزب أو جماعة أن تفرض على التاريخ إرادتها مستندة إلى بشمرجة. أمريكا الصديقة الوفية للأكراد تخلت عنهم في الأسابيع الماضية، فلن تغامر دولة ذات سمعة حسنة في الجري وراء أحلام الميليشيات. إذن لقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. منظمة دولية عاملة باليمن وبحسب العرب الجديد بدأت التعامل بسعر الصرف المعوم، حيث أعلنت منظمة أوكسفام البريطانية التي تعمل بالمجال الإنساني في اليمن عن اعتماد سعر الصرف المعوم والمقر من قبل البنك المركزي، وهو 380 ريال للدولار ناقصا 3% بعد أن ظلت حتى منتصف أكتوبر الجاري تتعامل بالسعر الرسمي السابق وهو 250 ريالا للدولار الواحد. وشكى مستفيدون من المشاريع الإنسانية للمنظمة من استلامهم مساعدات نقدية بسعر الصرف الرسمي القديم، على الرغم من إعلان البنك المركزي منتصف أغسطس الماضي عن قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الريال، فيما حدد السعر لاحقا ب 370 ريالا للدولار قبل أن يرفعه منتصف أكتوبر إلى 382 ريالا للدولار. وقال بيان للمنظمة: نجحنا في التفاوض على سعر جديد يتم تحديثه الآن كل شهر، وهو سعر البنك ناقص 3% يتم خصمها كرسوم بنكية. ولم تعلن منظمة أخرى دولية عن اعتماد السعر المعوم للصرف، لكن مصادر مصرفية يمنية أكدت للعرب الجديد أن جميع المنظمات الدولية بدأت منذ منتصف أكتوبر الجاري في اعتماد السعر المعوم والمحدد من قبل البنك المركزي اليمني بحسب نشرات يومية. ومنذ منتصف عام 2016 بدأت منظمات ووكالات دولية إنسانية في التحول من توفير السلع الأساسية إلى تقديم التحويلات النقدية المباشرة للمستفيدين في اليمن، ومثل فارق سعر الصرف بين الرسمي والموازي باباً للفساد. كشفت صحيفة الوطن السعودية نقلا عن مصدر مطلع عن وجود دعم مباشر من قبل الأمم المتحدة للميليشيات الحوثية تحت غطاء برامج مكافحة زراعة الألغام في اليمن بنحو 14 مليون دولار. وأوضح المصدر أن الأمم المتحدة تتحمل الجزء الأكبر مما حدث من خسائر بشرية ومادية بسبب الألغام، لافتا إلى أن عملية الدعم جاءت بشكل سري عبر برنامج ما يعرف بنزع الألغام الذي تتبناه المنظمة الأممية. المصدر أكد أيضا للصحيفة أن الميليشيات تعتمد بشكل كبير على زراعة الألغام بشكل عشوائي على الجبهات القتالية، حيث شاهد المجتمع اليمني والدولي كمية الألغام التي يتم إبطالها في المناطق المحررة. وأشار المصدر إلى أن المنظمة الأممية قامت بدفع مبالغ مالية ضخمة إلى المركز الخاص في هذا المجال، وتم استخدامها في صناعة وتطوير ألغام جديدة في انتهاك صارخ لحياة وحقوق المدنيين. وفي الشأن العربي والدولي، كتب عبد الوهاب بدر خان في جريدة الحياة مقالا مطولا بعنوان سيناريوهات حربية بموازاة استراتيجية ترامب ضد إيران، ومن أهم ما جاء في المقال:
هناك حرب أو حروب صغيرة تتجمع خيوطها وأسبابها في أجواء المنطقة العربية، ولعلها الترجمة الفعلية للعاصفة التي أشار إليها الرئيس الأمريكي قبل كشف استراتيجيته الجديدة للتعامل مع إيران. قد لا تتلازم دوافع دونالد ترامب أمريكا أولاً مع حاجات المنطقة، لكنها تتلاقى في شكل أو آخر، وإذا كانت الأخطار والتهديدات على درجات فلا شك أن إيران هي اليوم أعلاها وأشدها. وعندما تفجرت الأزمة النووية كانت طهران وضعت قنبلة ميليشياتها المذهبية في الخدمة فيما كانت تعمل على إنجاز قنبلتها النووية. واقع الأمر أنه كان ينبغي التعامل مع هاتين القنبلتين كأولويتين وكتهديدين متساويين ينبغي التعامل معهما في آن، لكن باراك أوباما اختار التصدي للخطر النووي الآجل بالتفاوض على تأجيل القنبلة، وترك الخطر العاجل القائم والمتفاعل، بل ساهم في تغطيته ليحصل على أسوأ اتفاق أمريكي. أما إيران فأشهرته كأفضل اتفاق يبطن قبولاً لجرائم بقنبلتها المذهبية بدليل رفع العقوبات عنها ولا يحرمها نهائياً من قنبلتها النووية. كان ذلك الاتفاق ترجمة لإدارة سياسية مصممة لدى أوباما بمقدار ما كان ثمرة دهاء المفاوض الإيراني وحنكته، فكل ما كان معلناً خلال عامي التفاوض اقتصر على مسائل تقنية: نسبة التخصيب، أعداد أجهزة الدفع المركزي، تفكيك المنشآت والمراقبة والحد الزمني. لكن أوباما وإدارته استنتجا غداة التوقيع أن الاتفاق سيؤدي إلى تغيير إيران سلوكها الإقليمي، فعلى ما استندت. وعندما يقول ترامب وإدارته أن إيران انتهكت روح الاتفاق فعلى ما تستند، لا يمكن لهذه الروح سوى أن تكون سياسية، لكن النصوص التقنية لا تعبر عنها، فأين تلك الروح إذن؟ لابد أنها في محاضر الحوارات الطويلة على هامش المفاوضات، وما يحتمل أن الطرفين الأمريكي والإيراني تبادلاه من تعهدات لتسهيل التوصل إلى اتفاق تقني بلا أي روح في تلك الأثناء. وعلى خلفية المفاوضات كانت إيران تجني المكاسب، أرواح الآلاف في سوريا تزهق، معاناة ملايين العراقيين تتفاقم، انقلاب الحوثيين في اليمن يتوسع، تعطيل الدولة للاستحواذ عليها في لبنان يتأكد، والقلق في عموم الخليج يتصاعد. شغل رجل ستيني مؤخرا وسائل الإعلام في بريطانيا كما أوردت صحيفة البيان، بعد أن كشف أنه اضطر إلى العيش مشردا في الغابات على مدى 5 سنوات هربا من زوجته المزعجة. وكان مالكوم أبليغيت قد عمل بستانيا لسنوات طويلة واستمتع بالعمل في حدائق الآخرين، إلى أن أخذت حياته منحا غير متوقع بعد الزواج قبل نحو 30 عاما. وعلى الرغم من أن حياته الزوجية سارت بشكل جيد في البداية، إلا أن انشغاله بالعمل مع مرور الوقت جعل زوجته أكثر إزعاجا، وكان يضطر إلى اختصار وقت العمل لإرضائها. وبعد أن زاد إزعاج زوجته وشجارتهما المتكررة، ما كان من مالكوم إلا أن حزم أمتعته وغادر المنزل. وبدلا من الانتقال إلى منزل أحد الأصدقاء والشروع بإجراءات الطلاق، اكتفى بالتواري عن الأنظار، وغادر مالكوم منزله في مدينة برمنغهام على دراجة قاصدا العاصمة لندن، ولكن دراجته تعرضت للسرقة في إكسفورد بعد أن نسي أن يقفلها، فاضطر إلى متابعة الرحلة سيرا على الأقدام، ووصل بعد 3 أسابيع واستقر في غابة كثيفة بالقرب من كينغستون جنوب غربية لندن. ومنذ ذلك الوقت تحولت الغابة إلى عنوان الإقامة الدائم لمالكوم، قبل أن ينتقل إلى ملجأ للمشردين في غرين ويتش جنوب لندن. وكانت رغبته في الابتعاد عن زوجته قوية، لدرجة أنه لم يتواصل مع أسرته لإخبارهم عن مكان إقامته. واتساب تتيح تتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي، كما كشفت عن ذلك صحيفة الشرق الأوسط، حيث قدم تطبيق المراسلة الفورية واتساب إحدى المزايا التي كان ينتظرها المستخدمون بشدة، وهي معرفة مواقع أصدقائهم لحظياً. الميزة الجديدة تدعى Live Location،
وتسمح للمستخدم بمشاركة موقعه الجغرافي لحظيا بالزمن الفعلي مع الشخص الآخر الذي يتحدث معه. وبحسب موقع عالم التقنية تختلف هذه الميزة عن ميزة مشاركة الموقع الجغرافي القديمة التي تسمح بإرسال الموقع الحالي للمستخدم عبر الخريطة، لكن الميزة الجديدة يمكن من خلالها مراقبة وتتبع موقع المستخدم بكل خطوة يتحرك بها. هذه الميزة تحتاج إلى الانضمام إليها من نافذة المحادثة ضمن خيار مشاركة الموقع الجغرافي واختيار Share Life Location، ويمكن اختيار فترة زمنية من ربع ساعة أو ساعة أو 8 ساعات تبقى فعالة خلالها، ويمكن للمستخدم إيقاف التتبع في أي لحظة وليس مضطرا إلى الانتظار طوال فترة التتبع المذكورة. وتقول واتساب إن البيانات المرسلة ما بين الشخصين أثناء التتبع مشفرة ولا يمكن الاطلاع عليها من أي جهة خارجية. مجموعة صور تمزج بين الفرح والحزن والغرابة من مختلف أنحاء العالم، نقلتها لنا صحيفة الديلي تيليغراف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.